ابني الاستثناء باللغة موضوع جدا صعب فلازم تفهمه حتى تجيب درجة كاملة. شوف ها نزل ايدك ونزل رجلك وين قاعد بكوفي. اوكي استاذ. شوف هذا المثال عن الاستثناء. من نقول حضر الطلاب كلهم الا زيدا من المستثنى ما اعرف استاذ. ها لا عد افهمك بطريقتك. من نقول رقمت كل البنات في المول الا ام الاخضر من المستثنى ام الاخضر. شفت بس نزلنا المستوى تفكيرك الضحل الامور مشت. الله يخليك استاذ. زين من اقول لا اسبح في كل الايام الا يوم العيد من المستثنى يوم العيد. شوف ما تشوف الريحه كتلتني لان بس يوم العيد. زين هسه شويه راح نرتقي لانه ما راح نجاوب على ذني احنا. اوكي نجاوب على امثله صحيحه. من نقول حضر العلماء كلهم الا العالم اللوذعي من المستثنى ام الاخضر. لا ام الاخضر ما عبرتك لان ما تسبح بس بيوم العيد. اوكي احنا هسه بهذا المثال حضر العلماء كلهم الا العالم اللوذعي من المستثنى ما اعرف استاذ. شوف بس ارتقينا شويه الامور تخربطت. انزين ابني بالله شلون تريد يسالونك بالبكالوريا يسالونك عن سعلوسه حتى تجاوب يسالونك عن الثريد حتى تجيب 100 ما يصير هيك يا ابني. مو انا ترى مستقبلي مرهون بذكائك اللي هو حاليا ما موجود. شلون يعني استاذ؟ مو اذا ما جاوبت ما يقولون انت دتشدبنك يقولون انا ما اعرف ادرس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استاذ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اجيب درجه ان شاء الله. اهلا هذا تشال. يا مرحبا اهلا وسهلا. اقول اختي قلتي لابو الفلوس على البيت قلتي يلا تفضل. اي ها واذا بيه النقص خبر نور. تعاي 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 شكو يا نور. هو نور ذاك اليوم قال لو طالب منهم فلوس زياده والزايد بينه وبينك نتقاسم. هذا شلون قاعدين بالبيت هذا؟ خل احسبهن يا الله استاذ. انا احسبهن؟ دروح انت درجات الامتحان ما تعرف تحسبهن انه تحسب الفلوس ولو بيهن مشققات بس هاي شنو اختي؟ شنو؟ يعني 500. اي طبعا 500. احنا مسلميك لي قدام 1.5 مليون وهاي 500 صار مليونين. لا احنا متفقين على 3 ملايين. شنو؟ طبعا متفقين على 3 مليونين وبس. لا 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 انت مو كنت موجود. اتذكر ابوك كان قاعد هنا وقلت له يابه 3 ملايين وقال من هاي العين قبل هاي العين. مليونين استاذ. ابوي قال لك 1.5 مليون إيه؟ واذا ابني تطور انطيك مليون. اها اذا تطور وهياته ليه هسه ما متطور. وابنك شي طوره ما تقولي لي. ابنك ما يفتهم المثال الا افوت المثال بالبرجر بالبلاي ستيشن وخريدك بالبنات. يا الله يفتهمني. ابنك مطفي ترى مطفي من الرئيسي. وهو لو يفتهم كان جبناك أختي. يمكن أنت ما تعرفين شنو صاير هسه العالم ظله وحتى الطالب الشاطر يخلون له مدرس خصوصي حتى يضمنون 100 فإيدك على 1,000,000 دينار. هاي الفلوس تعجبك تأخذها أخذها ما تأخذها أنت حر. إحنا متفقين على 1,000,000. أساحب حظكم وبختكم ماكو هيتشي يعني أنا متفق. لا لا أنا عيني إذا هالشكل لعد ما أحكي وياك. صيحي لي أبو الفلوس قصدي أبو البيت على مود أحكي وياه. الكلام ويا يا آني مو ويا أبو الولد. أي أستاذ مو أمي هي المسيطرة. ها هي المسيطرة يعني الفلوس راحت ما راح أحصل شي غير ذني 500. كل شي ما راح من عندك. انت هسه ببيتنا لا نطلبك ولا تطلبنا. واذا مصمم ايه مصمم. اكو جزامه بالباب ما كله المطر. جيب لك ستوته واخذها. غير هذولا ما عندنا لانه احنا متفقين على 1,000,000.
خلاص حين لعد على مليونين لعد أنا أطلع ويا رب إن شاء الله إن شاء الله هذا المليون اللي بلعتي تصرفينا على الفلر ويفش ثاني يوم. هاي شنو هالسلافة ها؟ يا تنقع علينا وانت ببيتنا؟ قولي إن شاء الله تصرفيهن على البيجات وتطلع الملابس كلهن مو قدك. هاي شنو من ملة هذا الرجال؟ الله لك هاي شنو؟ أوفي أوفي ماما أوفي. أنا هيك صلافة ما شايفة. أخ أخ منك أنت أخ. إيش أسوي لك؟ ما تقول لي حرت بيا طريقة أني أتعامل وياك. عادي. تفضل. بس دير بالك تقول للأبو. زين. أوكي. شيء بتقلبي.